الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله، الحمد لله الذي خصنا بالإسلام. الحمد لله، الحمد لله على نعمة سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه. الحمد لله الذي جمع قلوبنا على قلب عارف من أوليائه ومن عباده الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالتقوى في آيات كثيرة من كتابه العظيم، ومن ذلك أن الله تعالى نادى عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية من الآيات الجامعة التي أمر الله تعالى بها بعبادة من أعظم العبادات وهي التقوى، ومعنى التقوى أن تكون عبدا لله تعالى على الحقيقة، تراقب الله تعالى في خواطر قلبك، وتراقب الله تعالى في نظرات عينك، وتراقب الله تعالى في هواتف سمعك، وتراقب الله تعالى في كل سلوك من أعمالك وأفعالك في حياتك. ولأن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، ولأن الله تعالى هو الرؤوف بعباده، ولأن الله تعالى خلق عباده واصطفاهم للخير، جعل لهم أسبابا من المعونة على تقوى الله تعالى. ومن ذلك أن الله تعالى نوع الطاعات وجعل لكل طاعة مما أمر الله تعالى به مقصدا وهدفا من إصلاح قلب الإنسان، من إصلاح علاقة الإنسان مع الله تعالى. وكل هذه العبادات التي فرضها الله، كل هذه العبادات التي أمرنا الله تعالى بها، كل هذه العبادات تسوقنا عند أدائها على حقيقتها إلى معنى من معاني التقوى. الحج مدرسة للتقوى ومدرسة لعبودية الله، والصلاة مدرسة للتقوى ومدرسة لعبودية الله، والزكاة مدرسة للتقوى ومدرسة لعبودية الله، والصوم الذي أطل علينا شهره مدرسة من أعظم مدارس التقوى. قال تعالى في كتابه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أيها الأحبة، كتب الله تعالى علينا الصيام وجعله فريضة، وعلم الله تعالى أن حال الإنسان وأن قلبه وأن سلوكه لا يصلح إلا بمدرسة الصيام، ولذلك جعل هذه العبادة في كل الشرائع التي أنزلها على الأنبياء. ما من شريعة أنزلها الله تعالى على نبي من أنبيائه إلا جعل في أركانها وجعل في أهم ما فرض فيها أن يصوم العبد فيترك شهوته ويمتنع عن كل أمر يحجبه عن الله تعالى، حتى يطهر هذا القلب وحتى يصفو هذا القلب
وحتى يصبح مرآة صافية تشرق فيها أنوار محبة الله وأنوار تقوى الله وأنوار طاعة الله. هذه رحمة من الله، ولو شاء الله لما أعاننا بهذه الإعانة. إذن أيها الأحبة، عندما يطل علينا هذا الشهر، وعندما نكون في يوم يسبق أول أيام هذا الشهر، وعندما نكون في ليلة تسبق أول ليالي الشهر أو هي أول ليالي الشهر، هذه الليلة اليوم هي أول ليالي شهر رمضان. ولذلك نحن على موعد إن شاء الله في هذا المسجد وفي مساجد المسلمين مع أول ليلة من صلاة قيام الليل وقيام رمضان من صلاة التراويح. عندما يمن الله تعالى علينا بهذه المنة، أول أبواب الانتفاع بها أن ندرك قيمتها، أن ندرك معناها، أن ندرك فضلها. أيها الأحبة، نحن على أبواب فضل عظيم، نحن على أبواب منة من الله تعالى كبرى، شرعها الله تعالى ليصلح ما فسد منا، شرعها الله تعالى ليعيننا على حالة من العبادة والتقوى والقرب إلى الله تعالى ما استطعناها خلال العام، شرعها الله تعالى ليقول لنا هنا في هذه الليالي في هذه الأيام سيكون هناك تركيز وضخ مركز من فضل الله، من عناية الله، من رحمة الله، تدرك كل عبد أقبل على الله تعالى بقلبه في هذه الأيام وهذه الليالي. إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان، يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل. هذا التذكير أيها الأحبة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أول ليلة من ليالي رمضان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين: انتبهوا، أنتم الآن على بوابة فضل، أنتم الآن على بوابة خير، لا تجعلوا ساعة من هذا الخير ومن هذا الفضل تمضي من دون أن تدركوا قيمتها، من دون أن تعرفوا أنها فضل وأنها هبة وأنها عطاء وأنها إدراك من الله تعالى، يدركك الله تعالى به حتى ينقذك من غفلتك وشهوتك ومن تعلقك بهذه الدنيا. ساعات تمتنع فيها عن الطعام والشراب، ساعات تقف فيها بين يدي الله تعالى وقد نصبت قدميك قائما مصليا ساجدا راكعا، ولكن أيها الأحبة ربما يكون هذا حال عموم المسلمين، ربما يكون هذا حال حتى من لم يصلي. وسبحان الله، جعل الله تعالى للصوم حال خاصة من إقبال الناس، ولذلك تجد كثير من الناس ربما لا يصلي أو لا يحافظ على الصلاة، ولكنه يعظم شعيرة الصوم ويصوم في شهر رمضان. هذا حسن، ولكن ليس هذا ما يجعلك ممن تحقق بما أراد الله تعالى في الصوم. هل تريد أن تصوم صوم العطش والجوع، أو تريد أن تصوم صوم التقوى؟ تريد أن تصوم صوم المدرسة؟ تريد أن تصوم صوم الأولياء الذين تخرجوا في مدرسة رمضان ليكونوا من عباد الله الصالحين؟ وكم من عبد أصلح الله تعالى ما بينه وبينه، كم من عبد جذب الله تعالى قلبه إلى معرفته، كم من عبد آتاه الله تعالى رزق أنوار معرفته عندما صلح أمره في شهر رمضان. إذا أردت هذا فينبغي أن تعقد العزم وأن تعقد النية من هذه الساعة على أن يكون شهر رمضان
شهر منافس في الخيرات، أن يكون شهر رمضان شهر إقلاع، ابتعاد عن كل معصية من معاصي الله، عن كل سبب من أسباب الغفلة، شهر إصلاح السلوك وإصلاح اللسان. من العجيب الغريب أن تدخل إلى رمضان وأنت على نفس ما أنت عليه من العادات، أنت على نفس ما أنت عليه من السلوك. إذا كنت من أهل الغيبة فرمضان شهر الغيبة، وليالي رمضان طويلة، والسهر في رمضان طويل، ومن الناس من يصلي التراويح فتنتهي التراويح فيقول صلاة الفجر قريبة، فيجلس ما بين التراويح وبين الفجر وهو يسهر وهو يسمر، ويقضي هذا الوقت إما وهو يشاهد التلفاز أو وهو يهذر وهو يعيش ساعات اللغو وساعات النميمة وساعات الكذب وساعات قسوة القلب. أيها الأحبة، الأمر جلال. أيها الأحبة، ميدان الطاعة ميدان تنافس، ولذلك اعقد العزم. قل أنا في شهر رمضان لا أريد أن أفتح التلفاز أبدا. جرب أخي المؤمن هذه الحالة، شهر كامل من دون تلفزيون أبدا، حتى الأذان اسمعوا من المسجد، حتى الوعظ والإرشاد في التلفاز يغنيك عنه ما هو موجود في المساجد. جرب شهر رمضان من دون تلفاز، جرب شهر رمضان من دون غيبة، جرب شهر رمضان مع حسن الخلق، جرب شهر رمضان مع رد المظالم، جرب شهر رمضان مع إقبال قلبك على ذكر يكون في قلبك، إقبال قلبك على الله سبحانه وتعالى وأنت تقول وتتذلل وتتوسل وتسأل وتقول يا رب تصدق على هذا القلب القاسي، تصدق على هذا القلب المذنب، تصدق على هذا القلب الغافل بنفحة من النفحات التي توقظ هذا القلب، من النفحات التي تجذب هذا القلب، من النفحات التي ترضى بها عن هذا القلب، وعندها ستكون من أهل سعادة الدنيا وسعادة الدار الآخرة. ليس الملك في هذه الدنيا من ملك شيئا من أمر الدنيا، وليس السعيد في هذه الدنيا من ملك شيئا من متاع الدنيا من جاهها من مالها، وإنما السعيد وإنما ملوك الأرض هم من عرفوا الله تعالى بقلبهم، من اطمأن قلبهم إلى أقدار الله تعالى، من رضي قلبهم عن قضاء الله تعالى، من تعلق قلبهم بذكر الله تعالى، من كان همهم في هذه الدنيا أن لا يكون في قلبهم إلا الله، هؤلاء هم ملوك الأرض، وهؤلاء هم أهل السعادة في الأرض. أما متاع الدنيا فهو قليل، وأما جاه الدنيا ومتاع الدنيا فهو يأتي ويذهب، وأما جاه ومتاع الدنيا فهو ميدان الامتحان والاختبار، هل يقبل قلبك عليه أم يبقى قلبك مع الله؟ أيها الأحبة، شهر رمضان ميدان التنافس. أي نية ستنوي اليوم أنت في بين يدي دخول شهر رمضان؟ ماذا ستقول؟ أي عقد سيكون بينك وبين الله عز وجل؟ هل ستقول سأكون في شهر رمضان من أهل صلاة صلوات الجماعة؟ سأكون في شهر رمضان من أهل كثرة الصدقات؟ سأكون في شهر رمضان ممن رد المظالم التي في رقبته؟ سأتوب إلى الله تعالى توبة صادقة في شهر رمضان حتى يكون ما بعد رمضان أفضل مما قبل شهر رمضان. سأكون في شهر رمضان من أهل القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة، من الناس من يأتي شهر رمضان فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعيننا على هالأيام، شوب وعطاش
والله يستر بكرة أدجدني يقطعوا الكهرباء، والله يستر شلون بدها تكون الطرقات والحواجز والازدحام وال وال وال. ومن الناس من إذا جاء رمضان يقول يا رب أنت بلغتنا رمضان، وهذا فضل منك ومنا. أنتم تعلمون أيها الأحبة من توفي قبل رمضان بشهر، ومن توفي قبل رمضان بأسبوع، ومن توفي قبل رمضان بليلة، ومن سيتوفى قبل رمضان بساعات. فإذا بلغك الله رمضان فهذه مني، هذا فضل. فإذا بلغك الله رمضان فأري الله عز وجل من نفسك خيرا، وأقبل على الله عز وجل على أحسن ما يكون. هل تستطيع أن تعقد العزم أن تكون في رمضان ليس من أهل القبول، ليس من أهل صحة الصيام؟ الناس، كل الناس ينشغلون في رمضان في الأسئلة التي تتعلق بفطر الظاهر. والله أنا تمضمضت، سبق إلى فمي شيء من الماء، افطرت ولا ما افطرت؟ والله أخذت إبرة، افطرت ولا ما افطرت؟ أخذت تحميلة، افطرت ولا ما افطرت؟ طيب وبعدين؟ هل أفطر قلبك؟ هل كان صوم قلبك؟ وهل كان إقبال قلبك على الله عز وجل صحيحا أم أنه غير صحيح؟ هل التفت قلبك في شهر رمضان عن الله أم أنه أقبل على الله؟ اللهم إنا نسألك صوما لا يكون في جوارحنا فقط وإنما يكون في قلوبنا، صوما عن كل ما لا يرضيك عنا، وإقبالا على كل ما يرضيك، حتى نكون أيها الأحبة ليس ممن تقبل الله صومهم، وإنما أن نكون من عتقاء الله في شهر رمضان. هناك من يصوم، وهناك من ينافس في معنى من معاني الشرف والفخار، أن تكون من عتقاء الله من النار في شهر رمضان. الله أكبر. أن يقول الله لك، أن تبشرك الملائكة، يا عبدي قد أعتقت رقبتك من النار. ولله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في كل ليلة من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى 60,000 عتيق من النار. فنافس في أن تكون من عتقاء النار، نافس في أن تكون من أهل صحة صيام القلب وإقبال القلب على الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل وعسى قد تأتي في خطاب الله عز وجل بمعنى الحتم، بمعنى التأكيد، بمعنى أن هذا هو السبيل الوحيد، أو هو السبيل الأهم، أو السبيل الأفضل من أجل تحقيق هذا المعنى، أن تكون من أهل التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأستغفره وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، هناك بعض الملاحظات المتعلقة ببرنامج رمضان إن شاء الله في هذا الجامع العامر بالخير، والذي هو بفضل من الله تعالى من أكبر المساجد ومن أكثر المساجد التي تكتظ بالمصلين في صلاة الجمعة وفي قيام رمضان، وهذا من فضل الله ومنة الله، جزى الله تعالى عنا شيخنا وأشياخنا خير الجزاء. الملحظ الأول أيها الأحبة، أغلبكم وأكثركم يشتكي من تشويش الأولاد في الصلاة، وخاصة عند النساء. ولذلك إدارة المجمع
مجلس إدارة المجمع في هذا الشهر في شهر رمضان هذا سينظم برنامج للأخوة والأخوات الذين معهم أولادهم الذين هم دون سن التمييز، دون سن إدراك آداب الصلاة، فسيكون مدخل ودخول الأخوة الذين معهم الأولاد دون سن العاشرة من باب الكليات والمعاهد، ليس من هذا الباب، إلى دار الحديث والتوسعة، هناك ستكون صلاتهم حتى يدركوا صلاة الجماعة وبالمقابل لا يشوشوا على المصلين. والأخوات اللواتي معهن الأولاد أو البنات أيضا اللي دون هذا السن ستكون صلاة في الطابق الثاني، طابق الثانوية الشرعية للبنات أو المعهد الشرعي للبنات. أرجو منكم وأرجو منكنا أن نتعاون مع الأخوة الذين سينظموا هذا العمل، هذا العمل من أجل أن يؤدي كل إنسان صلاته على أفضل ما يكون ولا يشوش على الآخرين. أرجو منكم وأرجو منكنا أن تتجاوبوا مع هذا العمل. أيضا كما تعلمون هناك برنامج دوري سيكون للاستفادة من كل الأساتذة، من كل الدعاة، من كل الشيوخ الذين في هذا المجمع، إما في صلاة التراويح وإمامة الصلاة أو في الدروس. هذا البرنامج سيوزع عليكم الآن عند خروجكم من المسجد إن شاء الله. ولكن هنا أيها الأحبة نذكر بخير جديد إن شاء الله، وهو أنه سيكون هناك يومان في الأسبوع، سيكون هناك يومان في الأسبوع بعد صلاة العصر، ضمن البرنامج موجود يومين بعد صلاة العصر ستكون هناك قراءة قرآن جماعية، سيجلس الإمام ويقرأ القرآن والكل ممن يريد أن يشارك متحلق في حلقة حوله من أجل أن تكون هذه القراءة قراءة جماعية حتى نكون في حلقة الذاكرين، في حلقة أهل القرآن، وحتى نكتب بين يدي الله عز وجل في هذا العمل العظيم. هذه الإجراءات أيها الإخوة غيرها كلها يعني كانت أمام، كنا أمام ساعات عمل طويلة، جهد طويل، المقصود منه أن يكون رمضان أكمل، أهدأ، أفضل، أن نساعد أنفسنا على أن نؤدي الطاعة على أحسن ما يكون. أذكركم أيها الأحبة اليوم وفي كل يوم من أيام رمضان بالصدقات، بالإكثار من الصدقة، فالصدقة طهرة، والصدقة برهان، والصدقة معونة لك في أيام رمضان على أن يكون صومك وطاعتك، وعلى أن تكون ذنوبك إن شاء الله تذوب كما يذوب الملح. وإني داع فأمنوا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا واصطفانا وجعلنا من عباده المؤمنين، الحمد لله الذي من علينا فكنا أمة سيدنا محمد، الحمد لله الذي أكرمنا وأكرم الوجود بسيدنا محمد، الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان، الحمد لله الذي اصطفانا للإسلام، الحمد لله الذي جمعنا على قلب عارف بالله تعالى من الصالحين. اللهم كما أنعمت فتمم يا رب، سلم سلم. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلاة دائمة كاملة تشرح بها قلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتنور بها قلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلهمنا بها رشدنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل جوارحنا نشيطة قوية على طاعتك. اللهم قوي هممنا على طاعتك، اللهم قوي هممنا على طاعتك، اللهم قوي هممنا على طاعتك. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. نسألك قرة العين في كل نعمة أنعمت بها علينا، نسألك قرة العين في كل نعمة أنعمت بها علينا، نسألك عاقبة الخير في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم بارك لنا فيما أنعمت به علينا، بارك لنا في إيماننا، بارك لنا في إسلامنا، بارك لنا في محبتنا لأوليائك. اللهم بارك لنا في ذرارينا وأهلينا، بارك لنا في إخواننا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أوقاتنا.
اللهم بارك لنا في عافية أبداننا وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا من ترانا وتسمع ندانا يا من ترانا وتسمع ندانا وأنت أقرب إلينا من حبل الوريد يا من ترانا وتسمع ندانا وأنت أقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم إنك تعلم حال كل واحد منا وتعلم همه اللهم إنك تعلم حال كل واحد منا وتعلم همه. اللهم بدلنا بأحسن الأحوال بدلنا أحسن الأحوال. اللهم واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وشافي أمراضنا وارزقنا فرجا من كل ضيق. اللهم ارزقنا فرجا من كل ضيق اللهم ارزقنا فرجا من كل ضيق وعافية من كل بلاء وعافية من كل بلاء. اللهم فرج عن بلادنا وعن بلاد المسلمين رد إلى شامنا أمنها وخيرها وبرها رد إلى شامنا أمنها وخيرها وبرها وعافيتها واجعلنا يا مولانا من عبادك الذين اصطفيتهم للخيرات. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من أوجه من توجه إليك اجعلنا من أقرب من تقرب إليك اجعلنا من أول من سألك فأعطيته واستجبت له. اللهم اجعلنا في هذا الشهر مع أحبابنا وأهلينا وذرارينا وإخواننا اجعلنا من عتقائك من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران واجز عنا شيخنا خير الجزاء واجز عنا أشياخنا خير الجزاء وبارك لنا بمن بقي من أشياخنا وأشياخ الشام. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه خير الجزاء وتقبل اللهم منا واقبلنا واعف عنا وارحمنا وصل على سيدنا ونبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.